إصابة 7 مدنيين بقصف مدفعي من قبل قوات النظام استهدف قرية زمار بريف حلب الجنوبي. جرحى مدنيون بقصف جوي روسي على بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي. قصف مدفعي من قبل قوات النظام يستهدف مدينتي حريتان وعندان وبلدة حيان بريف حلب الشمالي. الطيران الحربي الروسي يستهدف مدينة السراقب وأطراف بلدة مرديخ بريف إدلب. جرحى مدنيون بينهم طفل جراء قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام على بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي. قوات النظام تقصف بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي.